نور الغندور تجري عملية تجميل على الهواء وتصبح نسخة عن نادين إنجين. أثارت الممثلة المصرية الكويتية نور الغندور الجدل مؤخراً بعد اختلاف شكلها كلياً بسبب عمليات التجميل التي أجرتها، وأصبحت شبيهة نادين إنجين، وخاصة بعد قصة الشعر والغرة. وتغير شكل نور بشكل لافت عبر السنين، وذلك بعد خضوعها لعدة عمليات تجميل وتعديلات جمالية، بالأخص في منطقة الأنف والشفتين. كما أجرت التاتو وبعض التوريد على وجهها، ولقد أعجبتها النتيجة كثيراً. فعلقت نور قائلة: سويت توريد بسيط، لكن شوفوا الفرق، وأول مرة أساوي بعد أن اقتنعت وأحس شكل شفايفي تغير شوي، أو لونهم ما أدري. شو سويت توريد أول مرة في حياتي أسوي توريد، ويعني بالغصب اقتنعت، بس لأنها فترة نهائية ما لي بقول أحط ولا تنت ولا ميك اب ولا أي شيء. فظيع من الطبيعة أصلا، أحس شيب الشفايف شوي تغير، ما أعرف برز أكثر، ما أدري. إيش رأيكم؟ زي تقنعني أسوي الحواجب. بس بقول لكم شيء، اللي يقول إنه يعور نهائيا ما يعور، أو يمكن يفرق من شخص لثاني، بس إيدها very beautiful hand ما تعور. Thank you إلينا. Thank you. فظيعة. وقد أثرت العملية الأخيرة على نور، وخصوصاً بعدما أثارت الدبغات على وجهها وشكلها من دون فلتر التعليقات لدى الجمهور. نذكر أن الجمهور كان يتوقع أن يخطب مهند الحمدي نور الغندور، لكن ذلك لم يحصل، وخطب مهند فرح اللبنانية. لكن نور بحسب بعض المصادر حسنت كثيراً بعد خطوبة مهند من فرح. بكرة أنا اللي هجهزها لك، عشان كل ما تشوفها لابسة هدومي وختمي